لا شأن آخر، فمنذ نحو 75 عاما تسخر حياة الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال بالعديد من الرموز التي تلخص قصص النضال ومقاومة الاحتلال، من بينها الكوفية الفلسطينية. في التقرير التالي نتعرف إلى المصنع الوحيد في الضفة الغربية الذي ينتج الكوفية الفلسطينية منذ أكثر من 60 عاما. تابعوا معنا. من الكوفة العراقية جاءت وإليها نسبت. كان ذلك في زمان الانتداب البريطاني، حيث لا حدود أو حواجز بين بلاد العرب. الكوفية الفلسطينية وشاح يطغى فيه اللون الأبيض على الأسود خلاف الأصل العراقي. خاماتها من الحرير أو القطن أو الصوف، ومصنعها المحلي الوحيد هو مصنع الحرباوي للغزل والنسيج في مدينة خليل الرحمن في فلسطين. أسس المصنع سنة 1961، الوالدي كان يشتغل تاجر على خط الشام، يعني، وكان يجيب الكوفية ويجيب القماش، يعني تاجر قماش في الأساس هو يعني، فهو لكن الكوفية هذه تصنع بأيدي أجنبية، لا نصنعها إحنا، هي أصلاً كوفية فلسطينية، فليش تصنع بأيدي يعني غير فلسطينية؟ فهو بلش بماكنتين وكمل 16 ماكنة. محطات تاريخية عدة مرت بها الكوفية الفلسطينية وشحنتها بدلالات ثورية ونضالية وحولتها إلى معادل بصري للقضية. رمز الثورة، رمز الثوار يعني في فلسطين، يعني الكوفية رمز الثوار. كان لبسوها من سنة 36 تتفح فيها الثوار، وما زالت وستبقى هي رمز والتراث الفلسطيني، نحن متمسكين فيه وأولادنا إن شاء الله نضل متمسكين فيه. شخصيات تاريخية عدة منحت الكوفية الفلسطينية زخمها، وأخرى منحتها الكوفية حضورها الوجداني في الذاكرة الفلسطينية. الحطة هي تدل على الأصالة، شايف كيف؟ والمحبة لإخواننا ولأهلنا ولأكفارنا لمتكاريتنا اللي سبقونا، شايف كيف؟ في المأثور الشعبي الفلسطيني ترمز خطوط تطريز الكوفية إلى التلاحم بين الأفراد، فيما ترمز الخطوط على جانبيها إلى ورقة الزيتون، ثروة الفلسطيني وسر حياته وموته. للمزيد من المتابعة نرحب معنا من القدس بسيدة سعاد بداح، وهي باحثة في التراث الفلسطيني وصاحبة مشروع للتراث. أهلا وسهلا طبة للتراث، إذا مشروع طبة للتراث. أهلا وسهلا بك معنا سيدة سعاد. نتحدث اليوم عن الكوفية وهي رمز للتراث والنضال والمقاومة، ليس فقط في الداخل وإنما أيضا في الخارج. نعود معك بداية إلى جذور الكوفية، أصل الكوفية. أول شيء يسعد مساك ومساء المشاهدين جميعا. صحيح، كوفيتنا هي رمز هويتنا، هي هويتنا التعريفية، هي رمز النضال، رمز المقاومة، رمز الوحدة الفلسطينية. وحدت الشعب الفلسطيني في وقت الانتداب لما انفرضت على الرجال لبسها، استغنوا عن العمامة والطربوش فورا ولبسوها مشان يتوحدوا ويقاوموا مع الثوار وحفاظا على أرواح الثوار. فكانت هي من منطلق تعريف المقاومة أصلا والنضال يعني الفلسطيني. أخبرينا كيف تحولت من زي شعبي إلى رمز وطني للنضال الفلسطيني. الكوفية بتحمل معاني كثير كبيرة، يعني برسوماتها أولا، يعني رسوماتها، شبكة الصيد، ورق الزيتون، ورق الزيتون دائما ثابت على الشجرة ما بيوقع يعني ولا بأي فصل، فهذا دليل على الثبات والصمود ودليل على تثبت يعني جذورنا يعني موصولة بالأرض يعني. فالكوفية الفلسطينية، عفوا، نعم تفضلي أكمل. سمعتك، تفضلي عيدي. أنا عم بسمعك سعاد، تفضلي. بقول عن الكوفية، الكوفية حاضرة دائما في كل المناسبات الوطنية الاجتماعية السياسية، دائما موجودة كتذكار للوطنية، وكما كان الزعيم الراحل ياسر عرفات كان يرتديها دائما، فهي دائما خط تذكار بصري للمقاومة والنضال.
نعم بالفعل، والرئيس الراحل ياسر عرفات اعتمر الكوفية عام 1974 وخاطب في الأمم المتحدة. هل تعتقدين أن هذا كان محطة محورية لانتشار الكوفية على المستوى العالمي؟ أكيد طبعاً طبعاً، يعني أي إنسان، أي شخص سواء ست أو سيدة أو رجل بيرتدي الكوفية الفلسطينية فهو مقاوم، فهو يحمل قضية فلسطينية. إحنا ارتديناها على الكتف، سواء ارتداها على الرأس مع الحطة مع العكال، هي أصلاً رسالة لكل شخص، وحتى سواء في فلسطين أو خارج فلسطين إحنا حاملين قضية. قضيتنا مثبتة في زينة أصلا، يعني من الحفاظ على زينة، يعني بالكوفية بالتطريز، هاي يعني الأمور نعم. اللي لازم تكون واضحة دائما وثابتة. بالفعل، وسعاد الاحتلال حاول بطرق يعني مختلفة سلب رموز الكوفية من خلال إدخال تعديلات عليها وأيضا يعني جعلها نوع من الموضة على المستوى العالمي. إلى أي مدى فشل في ذلك برأيك؟ أو فشلت لأن إحنا أهل فلسطين، لأن إحنا مقاومين بطبيعتنا، لأن إحنا أصحاب حق أصحاب واجب، فنحن في دائما نسعى للحفاظ على هذا الإرث الفلسطيني، نسعى للحفاظ على هويتنا اللي هي موجودة دائما عندنا. طبعا إحنا في حرب، يعني مش بس قتال وإلى ذلك، إحنا في سرقة للموروث اللي بين إيدينا، إحنا بنتعرض لسرقة الزي الفلسطيني للكوفية، وهم دائما بحاولوا ينسبوها بشكل أو بآخر إلهم، يعني من خلال تشويهها تغيير فيها أو وضعها على أزياء تافهة، يعني هي ما بتقلل من قيمتها، دائما قيمتها عالية، يعني الحطة والعكال، لكن إحنا معرضين لهي الأمور، وإحنا بثباتنا دائما، يعني وجودها دائما في كل المحافل، في كل يعني السياسية الاجتماعية، أي مناسبات دائما موجودة يعني. نعم بالفعل، شكرا جزيلا لك من القدس سعاد بداح، الباحثة في التراث الفلسطيني.